أسعد الله مساءكم بكل خير محبي مسلسل الميراث. إليكم تسريبات الأسبوع القادم. بداية، هناك احتمال كبير لظهور آسيا بعد وفاة جويري. من الممكن أن تكون آسيا هي من قتلت جويري وأتت إلى بيتها لتأخذ مكانها، وحقد آسيا على جويري وكامل وكلامها لوالدها يدل على أن جويري أخذت مكان آسيا من قبل. من الممكن أن يكون عبد المحسن وآسيا كانوا على علاقة حب أو اتفاقا يتزوجوا، وظهر جويري وأخذت مكان آسيا وبعدها وبعثتها إلى خارج البلد على أنها ماتت أو أي شيء لتأخذ جويري عبد المحسن. آسيا جاءت بقوة إلى بيت جويري لتنتقم من شهد وحور وأن تبعدها عن بعض لتصل إلى ما تريده. بدر وصل إلى طرف خيط من أجل أن ينتقم من زيد، وهو كيف توفى جويري، وسيبحث عن طريق الأسباب لأن جويري ماتت مقتولة وليس بأزمة قلبية بمساعدة مشاعل. غادة تبحث عن طريق جديد لإيجاد عقد البيت. طلال وسحر يتأزم علاقتهم بسبب غياب طلال الطويل عن المنزل. شهد تعود إلى علاقتها من جديد وتعود إلى حياتها الطبيعية. ديما تظهر لمزن أنها الأهم عند ماجد. عز الدين يساعد يوسف ويقف بجانبه، وأتوقع أنه سيوصل يوسف إلى هيفاء وفارس. منصور لم يصمت حتى يعرف أن الفيلا ليس باسم ديما. نعم، إلى هنا وصلنا إلى نهاية تسريبات الأسبوع القادم، والآن ندعكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.